لو بتفكر انك تشتري عربية مستعملة، دلوقتي هو الوقت المناسب. مع استقرار اسعار العربيات، كتير من البنوك المصرية بتقدم قروض مميزة تساعدك في تمويل شراء العربية. تفاصيل القروض عندك بنك HSBC، التمويل فيه بيوصل لمليون ونص، مدة السداد مرنة بتوصل إلى 84 شهر. الشروط سهلة، دخل شهري ثابت لا يقل عن 3000 جنيه. والبنك الأهلي المصري، التمويل حتى مليون جنيه، مدة السداد من سنة لسبع سنين. الشروط، دخل شهري صافي بيبدأ من 1500. بنك سقيب، التمويل بيوصل إلى 2.5 مليون جنيه، مدة السداد من سنة وبتوصل لسبع سنين. بنك تنمية الصادرات، التمويل بيوصل ل 2 مليون جنيه، مدة السداد بتوصل ل 8 سنين. الشروط، 30% من ثمن السيارة مقدم. طب ايه بقى المستندات المطلوبة منك؟ اول حاجة بطاقة الرقم القومي سارية، وايصال مرافق حديث، عقد بيع السيارة. الخلاصة بقى ان الفرصة موجودة لو عايز تمول شراء عربيتك المستعملة. البنوك المصرية بتقدم ليك خيارات متنوعة تناسب احتياجاتك. استغل الفرصة وابدأ رحلتك مع عربيتك الجديدة.